ثمن المجلس الأعلى للمرأة عاليا إصدار جلالة الملك المفدى حفظه الله المرسوم رقم 39 لسنة 2018 الذي تضمن تعيين أول سيدتين بحرينيتين في منصب مدير عام لكل من أمانة العاصمة وبلدية المنطقة الشمالية، وهما شوقي إبراهيم حميدان ولمياء يوسف الفضالة. وأشاد المجلس الأعلى للمرأة بثقة الإرادة السياسية المنطلقة من الأوامر والتوجيهات الملكية السامية بكفاءة المرأة البحرينية، وما يمثله هذا الدعم رفيع المستوى من تأكيد على ضرورة التطوير المستمر للسياسات والخطط والبرامج التي تساند تقدم المرأة البحرينية اليوم، والتي يحرص المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله على حسن تنفيذها ومتابعة نتائجها. وأكد البيان بأن تجربة البحرين في مجال تقدم المرأة يأتي متجاوزا لأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، كما يعتبر وصول سيدتين لمناصب إدارية عليا في مجال العمل البلدي كإضافة نوعية جديدة سيكون لها أبلغ الأثر على رفع نسب حضور المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار. وتأتي هذه التعيينات الهامة وغير المسبوقة متزامنة مع يوم المرأة البحرينية هذا العام الذي يحتفي بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، ومرور ما يقرب 100 عام على تأسيس أول نظام بلدي في البحرين سمح للمرأة البحرينية في ثلاثينيات القرن الماضي بالمشاركة فيه، لتشكل بذلك أول شكل من أشكال مشاركتها السياسية المبكرة.